يا باغي الخير هذا شهر مكرمة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إخوتي الأكارم، في هذه الآية الكريمة توجيه وإرشاد لنا معشر المؤمنين لعظيم فضل ومكانة هذه العبادة في الإسلام، فحري بكل مؤمن أن يحرص على أدائها على الوجه الأكمل الذي يرضي الله عز وجل عنه ويتقبله منه، ويكون سببا لسعادته ونجاته وفوزه في الآخرة إن شاء الله. يا باغي الخير هذا شهر مكرمة.